لكن هنروح مرة أخرى للبرتغال ونستقبل مستر مانويل جوزيه عبر سكايب. مساء الخير مستر مانويل. مستر مانويل، شايف النهارده فوز الأهلي مباراة النهارده ازاي؟ أنا شايف إن الأهلي دخل قوي في المباراة. كان في بينالتي المفروض إن الأهلي الحكم ما حسبوش. جيرالدو احرز الهدف الاول في الدقيقة 20 بالباص من مجد. كان في هجمة لرقم 30 من نادي اسوان كان ممكن يتعادل في المباراة. بقية المباراة أنا شايف كان المباراة كانت متوازنة، ما كانش فيها فرص تانية في الشوط الأول، ما كانش فيه حاجة مميزة في الشوط الأول. أنا شايف إن جيرالدو كان عمل خطورة في من الناحية الشمال والناحية اليمين، كان فتحي كان شغال عمل خطورة في الناحية اليمين. الأهلي كان يقدر يوصل المرمى بسهولة كبيرة في أجزاء كتيرة من الشوط الأول، إنما نخرجه بالشوط الأول بالفوز 1-0، أنا شايف إن كانت نتيجة عادل في الشوط الأول. وحارس المرمى صد هجمة واحدة في خلال الشوط كله، فده كان معناه إن فعلا النتيجة كانت مستحقة في الشوط الأول. الشوط انتهى بنتيجة 1-0 الشوط الأول. كان دايما كان في ضغط من النادي الاهلي على الفريق الخصم، وكمان في استرداد الكره كان في استرداد سريع للكره وما بيخليهمش يعملوا الباص بسهوله، فخلى الفريق اسوان كمان يجري ورا الكوره. كان المباراة في الشوط الأول كان فيها نوع من التوازن. في الشوط الثاني النادي الأهلي سيطر أكثر، وكان في الناحية البدنية من الفريق أسوان ابتدت تهبط. كان المباراة كان في بنيات كتير الهجمة من ناحية اليمين، ودخول وليد سليمان الهدف اللي احرزه كان هدف جميل جدا. الجون اللي احرزه وليد سليمان كان جون فعلا مميز، والجون الثالث كمان كان جون جميل. كان في لاعب مش عارف اسمه كويس رقم 18 احرز هدف كمان. و اللي حصل في المباراة عامة كان في الحقيقة الثلاث أهداف
كان ثلاث هجمات خططيه من الناحيه الهجوميه كويسه جدا وتعملت كويس جدا، ثلاث لعبات كويسه زي ما قلت، كان ماتش ممتع. الاهلي كان في الهجمات كانت والمرتدة كانت سريعة من ناحية النادي الأهلي. وكان في هجمات وفي واقع خطورة كتير على مرمى أسوان، والكرة اللي جت في العارضة، لكن بعديها الأهلي قدر يحرز أهداف أكتر، وبالتغييرات اللي تمت دخلت الأهلي أكتر في الماتش وعملت الاختلافات وأحرزوا الهدفين التانيين، والأهلي قدر يفوز بالماتش في النهائي. الأهلي كبطل محلي الملعب الاهلي والتكتيك بتاعنا الاهلي خلت في صعوبه على نادي اسوان انه يخلق فرص على النادي الاهلي. الهجمات المرتده على نادي الاهلي قلت زي ما قلت كانت قليله جدا، كان حتى كانت اتصدت هجمه واحده بس من حارس المرمى بتاع النادي الاهلي. فزي ما قلت الماتش كان ماتش ممتع والنادي الاهلي يستحق الفوز فعلا. شفنا مستر فايلر الماتشين اللي فاتوا بدا بطريقه 4-4-2 وابتدى يغير شويه في بعض مراكز اللاعبين. النهارده بدا المباراه 4-2-3-1 ورجع للطريقه اللي بتناسب لعيبه النادي الاهلي. يا ترى هي دي الطريقه الانسب للعيبه النادي الاهلي على المستوى المحلي وفي افريقيا؟